السيد الأستاذ الدكتور نذير يحيى الحسني، نبذة مختصرة، رئيس الهيئة العلمية في جامعة آل البيت عليهم السلام، سابقا رئيس قسم التفسير المقارن في كلية العلوم والمعارف الإسلامية حاليا. لديه عددا من الكتب المطبوعة، منها دفاع عن التشيع، المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق، فلسفة التربية في الإسلام، نظرية العرف بين الشريعة والقانون، الدولة العالمية الموعودة وأثرها في التمدن البشري. له مشاركات في مؤتمرات عديدة في العراق وإيران وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول. له أكثر من 32 بحثا مطبوعا ومنشورا في مجلات علمية محكمة داخلية وخارجية. ناقش وأشرف على العديد من بحوث التخرج ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. فليتفضل جناب السيد مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الأمانة العامة للعتبة العباسية المباركة بشخص المتولي الشرعي لهذه الأمانة سماحة السيد أحمد الصافي شافاه الله وعافاه، نائب الأمين العام والأمين العام، الأخوة الحضور جميعا والأخوات بكل المراتب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعتقد كل بحث يجب أن ينطلق من مشكلة يجب أن تكون مشكلة معاصرة لغرض أن يحاكي ما يدار في أوساطنا العلمية والاجتماعية. هذا البحث يريد أن يصحح ثقافة، هذا هو الهدف الأساس الذي دعاني أن أوجد هذا البحث، أن يصحح ثقافة يراد لها الانتشار، وكتب لهذه الثقافة، هذا مركز ثقل البحث، كتب لهذه الثقافة بحوث ورسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه. هذه الثقافة تقول بأن مدرسة أهل البيت وجودها ومبادئها وقيمها وأصلها وأصولها نتيجة للمظلومية التي حلت برجالات هذه المدرسة ابتداء من أمير المؤمنين سلام الله عليه وصولا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البحث في الحقيقة هو للوقوف بوجه هذه الثقافة. أنا فقط أستعرض عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وأترفع عن ذكر الأسماء التي كتبت هذه البحوث، فقط أذكر أسماء البحوث والعناوين وأماكن تواجدها. البحث الأول الذي أراد أن يؤصل لهذه القضية بعنوان التربية العقدية على المظلومية عند الشيعة. هذا البحث وعفوا هذه الرسالة كتبت في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، وأقتطف عبارة واحدة من كل بحث. يقول هذا البحث: من العقائد الأساسية في الفكر الشيعي الاثنى عشري عقيدة المظلومية، ويعنون بها أن آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دقيق في النقل لا أقول صلى الله عليه وسلم، هم يقولون قد وقع عليهم ظلم من خصومهم أهل السنة. لا، لم يقع ظلم على مدرسة أهل البيت من أهل السنة. أهل السنة المرجع الكبير آية الله العظمى سيد السيستاني يسميهم أخوان أهل السنة. وقع علينا ظلم وعلى هذه المدرسة ظلم من الناصبيين ليس من أهل السنة.
فهذه ثقافة يراد لها أن تشاع. البحث الآخر: فلسفة المظلومية في الفكر الشيعي الاثنى عشري. هذا أيضا أطروحة الدكتوراه كتبت في جامعة عين الشمس. أنا أخذت من كل جامعة بحث لنشر هذه الثقافة في جامعة عين الشمس. هذا البحث أيضا أخذ مقطع صغير يقول: فلسفة المظلومية فلسفة أوجدتها المخيلة الشيعية الاثنى عشرية وأسست لها. نحن لم نوجد هذه المظلومية. على العموم، بحوث أخرى كثيرا، بحث أيضا بعنوان رسالة اسمه انهيار مفهوم المظلومية، بحث آخر اسمه إعادة إنتاج المظلومية في الخطاب السياسي الشيعي، بحث آخر اسمه استهداف الشيعة وكذبة المظلومية. إذن توجد ثقافة يراد نشرها في الأوساط العلمية بين الطالبات، بين الطلاب، في الجامعات، في الأماكن العلمية. تقول هذه الثقافة أن هذه المدرسة لا أصول لها ووجدت بسبب المظلومية. هذه هي الثقافة التي يراد نشرها، وهذا هو الدافع الأساسي الذي دعاني أن أكتب هذا البحث بعنوان الآثار التربوية للمظلومية، مظلومية الإمام الحسين عليه السلام نموذجا. طبعا جذور هذه الثقافة هي جذور استشراقية. إذا نرجع إلى المستشرقين تجد هذه الثقافة في جذورها الاستشراقية بشكل واضح جدا. مثلا بعض المستشرقين كلمة، أو حتى لا أخذ الوقت، كلمة واحدة لبعض المستشرقين يقول أن ويصف أن مدرسة أهل البيت يصفها بأنها حزب سياسي، أو يعني توجه سياسي أريد لهذا الحزب أن ينتشر. في المستشرق بروكلمان يصف مدرسة أهل البيت، يقول هذا حزب علي يسميه، انتشر وشاع بسبب المظلومية، لا وجود له يعني في الأصول القرآنية، في الأصول الروائية، سواء كانت الروائية عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل حتى كما يصطلح عندهم في الآثار وفي المرويات، أثار الصحابة وما شابه ذلك، لا وجود لهذا. فإذا هذا البحث انطلق للجواب على هذه القضية. البحث يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أن المظلومية لم توجدها المخيلة الشيعية، هذا واحد. المظلومية لم تؤسس لمدرسة أهل البيت، هذا اثنين. المظلومية لا علاقة لها بهذه المدرسة من ناحية الإيجاد، هذا ثلاثة. نعم، المظلومية لها أثر كبير على انتشار هذه المدرسة وانتشار هذه الأفكار، وكانت مظلومية الإمام الحسين عليه السلام هي مسألة هذا البحث. وطرحت في هذا البحث مجموعة من الآثار المرتبطة بالمظلومية، سواء كانت هذه الآثار اجتماعية، آثار عقائدية، آثار عاطفية، آثار سلوكية، وآثار متعددة ذكرت في هذا البحث. كثير ما نسمع نحن: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. لا أريد أنسب الكلمة أو الشعار إلى أحد، لأن في كلام انتساب هذا الشعار إلى فلان شخصية أو فلان شخصية، ولكن هناك كثير من الكلمات، كثير من المفردات، كثير من الوثائق تؤصل إلى أن المظلومية ساهمت بشكل كبير في انتشار أفكار مدرسة أهل البيت، لا في إيجاد أفكار هذه المدرسة. خلاصة البحث هو هذا. لا أريد أن أطيل عليكم حتى أحافظ على الوقت. شكرا لكم. شكرا جزيلا لجناب الأستاذ الدكتور السيد نذير الحسني، الذي وفر كثيرا من الوقت المتاح له، جزاه الله خير الجزاء.
والآن احنا اتفقنا على أن يكون الصوت ما يوصل، اتفقنا على أنه المداخلات بعد ال، بس لأنه جناب السيد وفر شيئا من الوقت لا بأس من إذا كانت هناك ثمة مداخلة بما يتعلق بخصوص البحث، بحث جناب السيد، فإذا كان هناك من لديه سؤال يتعلق ببحث السيد نذير الحسني فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور الباحث، جزيت خيرا على بيان لب البحث ومركز الثقل في البحث. سؤالي هو ما هو طبيعة البحث؟ هل هو طبيعة تاريخية تريد أن تثبت ذلك تاريخيا أو بطريق آخر؟ شكرا. شكرا جزيلا. طبيعة البحث هو التأسيس لآثار المظلومية قرآنيا روائيا، ومحاولة استنطاق هذه الآثار اجتماعيا على المستوى العاطفي السلوكي العقدي الديني الغيبي بمختلف الاتجاهات. كان هذا البحث محاولة لاستنطاق هذه المظلومية وأثرها في هذه المفردات اللي ذكرتها، وإلا كان هو تأسيسي، لأنه يوجد في البحث فصل التأسيس القرآني لاستثمار حدث المظلومية والتأسيس الروائي لاستثمار حدث المظلومية، وتوجد طريقة بالتربية لعل المتخصصين في الجانب التربوي، طريقة بالتربية تسمى طريقة التربية بالأحداث. تربية بالأحداث، هناك حدث، بس هذا الحدث إما أن يكون مصنوعاً أو أن يكون حدث كوني، زلازل تحدث أو حدث مصنوع. القرآن استثمر كثير من الأحداث لإلقاء الدروس التربوية على المسلمين، حدث الهزيمة، حدث النصر، حدث الغنى، حدث الفقر، حدث الصحة، حدث المرض. هناك أحداث كثيرة تمر بالإنسان، هذه الأحداث لها آثار تربوية. القرآن في كثير من آياته استثمر هذه الأحداث لإلقاء الدروس التربوية، فكان في هذا البحث تأسيس قرآني لاستثمار المظلومية وتأسيس روائي لاستثمار المظلومية، فهو بحث تأسيسي أكثر ما هو بحث ثقافي. أحسنتم جلالة السيد. إذا كان هناك ثمة سؤال آخر، شكرا جزيلا جلالة السيد.